مركز الشرق مركز رائع جدا والقائمين عليه كمان أروع. هلأ رح تشوفوا ليش. خلينا نتعرف على فلسطين عوض، مديرة مركز روح الشرق. أهلا وسهلا. أهلا فيك. كيف حالك فلسطين؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. ونايف الكردي واللي هي مديرة التدريب مديرة البرامج بمركز روح الشرق. أهلا وسهلا فيكم وعلى العمل الرائع اللي أنتم بتعملوه. يعني أنا قادرة أحكي بعين قوية زي ما بيقولوا فلسطين، لأنه أنا جيت وزرتك وشفت هالشباب اللي عندهم الظروف الصعبة أو الإعاقات قديهم مبسوطين بوجودهم بالمركز وقد عم بيكونوا منتجين. فأحكي لنا عن مركز روح الشرق. هلأ مركز روح الشرق مركز حرفي متخصص لأشخاص ذوي الإعاقة، بلشنا بال2006 وبنقدم كمركز حرف يدوية تقريبا أكثر من 10 حرف مع مهارات عملية ومهارات حياتية. هلأ جديد مؤخرا من 6 أشهر بلشنا بإشي جديد بالأردن، هي كانت مرحلة انتقالية اللي هي مرحلة التهيئة للعمل. يعني بتدرب الولد مدة معينة بعدين من أهله للعمل. طبعا هذا كله أجا من إيماننا كمركز بأنه كل شخص قادر على العمل، بأنه كل شخص بيقدر يبدع، بكل شخص حتى مهما كانت تحدياته مهما كانت إعاقته بيقدر يشتغل. شو أنواع الإعاقات اللي بيترددوا الشباب عندكم؟ شو بيكون عندهم؟ هلا كل احنا ناخذ عاده كل نقبل كل الاشخاص اللي عندهم اعاقات متوسطه وخفيفه، يعني داون سيندروم، اعاقات حركيه، توحد، ديسلكسيا، كل الاعاقات بنقبلها تكون متوسطه او خفيفه. يعني انا إشي اللي لفت نظري قد ايه هم اصحاب اللي بيجوا عندكم دائما وقد ايه بيسالوا عن بعض وقد ايه سعداء. فهلا الحلو انه عم بيصيروا يعني بتطلعي بتلاقيهم انه ما بيفرقوا عن اي شخص ثاني، فادخلتوا البرنامج الجديد اللي هو حتقدروا تخلوهم ينخرطوا في سوق العمل. احكي لنا عن هذا البرنامج. هلا بدايه كمركز بحد ذاته خلق مجتمع صغير للطلاب المتدربين اللي عنا بالمركز، فهو صار جزء لا يتجزا من حياتهم. بنفس الوقت خرطهم بالمجتمع سواء مع أهليهم مع الزوار اللي بيجوا عنا، بنحاول قدر الإمكان نمارس أنشطة خارجية أحيانا كمان مع طلابنا. خلق هذا إشي كمان علاقات صداقة كتير قوية بينهم وبين بعض، حتى بينهم وبيننا وبين عائلاتنا كمان، فصرنا يعني اللي بيدخل عنا على المركز إنه إحنا we are one family، يعني إنه إحنا عائلة واحدة فقط مش مركز أو إنه كمدرسة. فهذا بالعكس هذا كان له أثر كتير إيجابي عليهم حتى على أسرهم، يعني كان كمتنفس لهم كمخرج، إنه من أحيانا بعض منهم كان منطوي ببيته أو ما عنده أي أصدقاء أو علاقات اجتماعية. فكان المركز هو بالنسبة لهم كشيء يساعدهم إنه هم يقدروا شوي شوي يبدوا علاقات اجتماعية كتير كويسة، وكمان نفس الوقت يثبتوا وجودهم بالمجتمع وصاروا بتحسي عندهم ثقة بحالهم أكثر. إشي أكيد يعني إشي أكيد زادت ثقتهم بنفسهم، حتى زادت ثقتهم بالناس اللي حواليهم بالمجتمع بشكل عام. بطريقة نظرة المجتمع اللي نحاول قدر الإمكان نغيرها من نظرة سلبية أو نظرة شفقة لنظرة احترام وتقدير. حلو. قديش الأعمار بيجوا عندكم؟ إحنا نأخذ من 7 سنين ل 45 سنة. لكن لما بلشنا بالمركز كانت الفكرة أنه في فئة عمرية معينة بعد المرحلة الأكاديمية اللي هي مثلا ممكن تكون المرحلة الأكاديمية لها عمرها 14 15 16 بعدها ما في محل يروحوا عليه. يعني كان في مشكلة عند الأهالي إنه أنا ابني خلص أكاديمي ما في محل ابني يروح عليه. هلا اجت فكرة المركز إنه عم ندرب هاي الحرف اللي هلا أنت يمكن تشوفي كمان شوي صور من بعض الحرف الموجودة عندنا مع بعض. نستعرض خلينا نستعرض هلا صور واللي هي كلها أعمال من الشباب والصبايا. ومع هاي الحرف في عندنا مهارات رح تحكي عنها زميلتي، مهارات عملية معينة، وبعدها بتهيئ هو إنه بيقدر يكون منتج. يعني هذا كله بيعزز ثقته بنفسه، بيكون إنسان منتج كتير عم بيساعده حتى إنه ينخرط بالمجتمع بطريقة أسهل. هلا هم زي نادي يومي، هو بيروح الصبح وبيضل عندكم لاخر النهار وبيروح بالاخر، كل واحد بيروح عند اهله. بس انا حسيت كمان الاهل لما يجوا ياخذوا اولادهم قد ايه بيكونوا هيك مرتاحين، والاولاد بيكونوا. وفي واحد كان بدوش يروح لما كنت عندك معظم الاولاد بس يجوا ايش يروحوا. بتذكر لما كنا وكان كثير متحمس يفرجيني ايش عم بخيط، وهاشم يمكن هو صح. اوكي فبتذكر انه مش قابل يروح وامه بدها تاخذه مش قابل. فاحكي لي اكثر. يعني هذا خلق عندهم زي صار كانه بيتهم الثاني، يعني هذا المكان بيحسوا حالهم انهم احرار، بيحسوا حالهم انهم عم بيقدروا ينتجوا، بيحسوا كمان انه قد ايه بيعزز ثقتهم بنفسهم كمان بنفس الوقت، وعم بيتعلموا اشياء كتير حلوه ومفيده، الناس عم تنبسط فيها. وبنفس الوقت كمان زي ما حكينا العلاقات الاجتماعيه بينهم وبين بعض كتير كتير لها عم بتصير لها دور كبير بحياتهم وشخصيتهم. طب شو في كمان برامج تدريبيه غير الحرفيه اللي عم نشوفها اللي هي الخياطه والتطريز
موزايك وفخار ورسم، كثير كان اشياء حلوه. ايش كمان البرامج التدريبيه الاخرى؟ هلا بالاضافه للحرف اللي حضرتك ذكرتيها زي النجاره والموزايك وغيره، في عندنا اشياء كمان له علاقه بالمهارات الحياتيه اليوميه، تدريبه على النظافه الشخصيه، العنايه بنفسه، كيف يقدر، عندنا برنامج طبخ، كيف يقدر يعد لحاله سندويشات بسيطه، اكلات كثير بسيطه، يقدر يعتمد كنوع من تهيئته لمرحله الاستقلاليه. وبنفس الوقت عندنا المرحله هلا اللي هو التهيئة ما قبل العمل. هذا البرنامج جديد، اعتقد احنا الوحيدين هلا بالاردن عم نشتغل عليه، مش انه بس فقط انه عم نروح ناخذهم ندربهم باماكن عمل. انا كثير حابه بس اوجه شكر كثير لفندق جنيفا ومعمل طهبوب، مطابخ طهبوب اللي عم يتعاونوا معكم، كثير كانوا متعاونين جدا ومنفتحين انهم تقبلوا طلاب من عندنا انهم يتدربوا عندهم مره بالاسبوع ضمن مجموعتين من الطلاب. فهذا تهيئة للعمل بتكون بس بداية، لازم يتقن بعض المهارات الطالب اللي هي مثل إدارة الوقت، العمل ضمن فريق، الالتزام بالتنسيق الأولويات، كيف يكون عنده أولوية مثلا شيء أهم من شيء ثاني، كيف يقدر يعمل مهارات البرزنتيشن والعرض، كيف يقدر يعبر عن حاله وعن الشغل اللي هو عم يقوم بتنفيذه، كمان العمل ضمن فريق، بالإضافة فهاي المهارات الأساسية كلها، حتى كيفية كمان التعامل بالنقود، فهاي كلها المهارات، حل المشكلات كمان إذا اعترضته مشكلة كيف يقدر يعني يحاول يحلها ما يوقف عندها. فهاي المهارات كلها بتكون مرحلة ما قبل التهيئة قبل ما ينتقل لمكان التدريب العملي، هو سواء كان كتير حلو. هاي بتعرفي نقطة كتير مهمة، لأنه هو حتى لو كان حرفي جيد إذا ما بيقدر يدبر حاله بمكان العمل كتير صعبة. فقد ايه صعب يعني، هلا هم طبعا مستوياتهم متفاوتة، يعني قد ايه اظن بصفي بدك عنايه فرديه لكل واحد منهم لحتى يستوعب او لحتى يتقن هالمهارات الحياتيه. هلا المهارات العمليه الاساسيه اللي هي سوفت سكيلز عم نشتغل فيها بتكون غالبا بشكل جماعي، ضمن غالبا بتكون ضمن فريق، حتى هو كل فريق بيكون فيه له قائد وبيكون فيه له مساعد، هذا بيعزز انه قدراته افضل يساعد القدرات اقل، حتى بنفس الوقت يمشوا مع بعض يوصلوا لنفس المستوى المطلوب. ما احلاهم. بده جهد، بده شويه جهد، حتى هم حرام كثير يعني، احنا حتى ككادر بنلاحظ الفرق الكثير كبير والاختلاف على شخصيتهم على ادائهم. وبنفس الوقت كمان هذا بيعزز عندهم قد ايه هم اشخاص منتجين ومسؤولين، لما بيكون هو مسؤول مثلا عن تدريب شخص ثاني او طالب ثاني، فهذا بيعزز قد ايه هو انسان مهم كمان بحياه الشخص الاخر. كثير حلو، من وين اجت لكم الفكره تضيفوا هذا البرنامج؟ رائع. هلا اول شيء انا كنت مدربه في وقت من المراحل بهذا السوفت سكيلز، بس كنت مدربه لجامعي لطلاب جامعه، اوكي. هلا ثاني شيء انا شفت هذا البرنامج باليابان. لما رجعت من اليابان لقيت انه كل حدا بيقدر يشتغل، كل حدا عنده استيعاب يعني، وبتتفاجئي واحنا كمان تفاجئنا انه هم عندهم قدرات اكثر من طلاب الجامعه، يعني لما مثلا بتعطيهم حل مشكلات أو كرييتيف ثينكينج مثلا، وبكونوا مثلا بيطلعوا بدهم يعملوا برزنتيشن، ما بتتخيلي احنا عم نستعرض شوي صور ما بتتخيلي لما هم بدهم يعملوا برزنتيشن يشوفوا تشوفي نتائج، اوكي. اللي ما بيقدر يكتب عم برسم، بيعبر عن حل المشكله بالرسم، واللي بيقدر يكتب عم بكتب بلغة البسيطة، والنتائج عم تطلع مثلا كتير مفاجئة. وإحنا عم نحتفظ بالأوراق لأنه كل حدا بيقول يعني، الأهالي مرات ما بتصدق إنه أولادهم وصلوا لهاي المرحلة، فإحنا عم نحتفظ بالفيديو، عم نحتفظ بكل إشي عم بينكتب عشان نفرجي الأهالي إحنا وين صرنا، إنه هذا عنده مخزون كتير قوي، بس هو بده الفرصة كيف يطلع هالمخزون والفهم. بدك صراحة بده ناس تحبه، بده ناس تفهمه، والحمد لله يعني احنا كتير محظوظين بالفريق، يعني احنا كلنا عندنا نفس الروح، كلنا بنحب الاولاد بنفس الطريقه، كلنا عندنا نفس الهدف، عشان هيك الحمد لله كتير تميزنا لانه كلنا عيله واحده وكلنا عندنا عن جد نفس الروح. كثير حلو، انا لاحظته يعني. هلا نحن كمان عم نشوف عم بيشتغلوا نجاره، مش هاي نجاره مشيك وادوات وهون وحتى الادوات اللي دربتوهم عليها بالمركز، يعني ادوات مش سهله يعني، لحتى يتحمل هو المسؤوليه طبعا مع مراقبه، هاي بياخذ جهد، ولولا الحب اللي انا لمسته عندكم موجود يعني كثير كان إشي حلو. هلا هون كمان ايش عم بيعملوا؟ ركوب خيل، هدول النشاطات اللي بيعملوهم. نشاطات خارجيه، هلا في نشاطات داخليه ونشاطات خارجيه.
هون كان الأسبوع الماضي، اسمح لي أشرح هاي الصورة. ب 28/5 كان في عنا أول مرة برزنتيشن هم الطلاب قدموها، اللي كانوا عم يتدربوا هلا على مرحلة العمالة، هم اللي عم يتدربوا بطهبوب وكمان بفندق جنيفا. دعينا كمان المسؤولين بطهبوب بجنيفا فإجوا حضروا البرزنتيشن، كان في حشد الحمد لله كتير كبير، وهم الطلاب عملوا برزنتيشن، عرفوا عن حالهم عن الشغل اللي عم يتدربوا عليه، فكانت عن جد إشي كتير مبهر. الكل تفاجأ، حتى الأهالي ما كانوا متخيلين إنه أولادهم وصلوا لهاي المرحلة. رائع. يعني بدي أزيد نقطة بس كمان، الأولاد عبروا عن التغيير، يعني إيش استفادوا، والأهالي كمان لاحظوا هذا التغيير، فالحمد لله إحنا هلأ يعني عم نطلع شوي إنه المجتمع يلاحظ كمان هذا التغيير ويتعاون معنا لنوصل يعني شوي يعني لليفل شوي أعلى. شوفي فلسطين، كتير حبيت الجملة اللي حكيتيها، بدهم حدا يحبهم. يعني لما تحبيه بدك تعطيه أكثر من ما أنت بتقدري تعطيه لأنك بتحبيه، وهدول ناس يمكن يعني بدهم بحاجة للحب لأنه بيقدروا يعطوا زيهم زي غيرهم إذا مش أكثر. أكثر صدقيني إنه أكثر. هلأ في عندكم معرض أو بازار رح يكون يوم السبت، يوم السبت 14 الشهر هذا السبت. أنا بحب أدعي الكل، يعني بدعيكي بدعي الكل إنه يجي يشوف الأولاد عم يبيعوا منتجاتهم. المعرض غالبا معظم الأغراض الموجودة والمنتجات الموجودة من شغل الأولاد. هلأ في أشياء شوي صعبة، كان في مساعدة من المدربين، بس بشكل عام هي منتجاتهم، والولاد رح يكونوا موجودين عم يبيعوا بأغراضهم. فأنا عن جد بدعي الكل يجي يشوف هذا الإنجاز العظيم اللي من شغل أولاد روح الشرق. من أي ساعة لأي ساعة البازار؟ من 11 للساعة 6 بمكاننا بمركز روح الشرق، بنفس المركز اللي هو بشارع إبراهيم القطان ورقم المبنى 62. أوكي، بنصحكم تروحوا. وكمان في إشي تاني فلسطين، يعني إحنا انتهى وقتنا، اللي بيحب يساعد. هلأ أنت اللي بيجوا عندك بيقضوا وقتهم بيدفعوا قسط شهري بالزبط. فاللي بيحب يساعد أنت عم بتقولي بيقدر يتواصل معاكم ويتبنى طفل أو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يقدر يلتحق بهالمدرسة يتطور وتتطور حياته أكيد. يعني في أشخاص ذوي إعاقة عندهم مشاكل اقتصادية صعبة شوي، وفي منهم أيتام. فاللي بيحب يتبنى شخص كيف بيقدر يتواصلوا معكم؟ يتواصل معنا على المركز، ممكن هلأ إحنا نحكي رقم تلفون المركز. ممكن تفضلي. اللي هو 581-5896 581-5896 مركز روح الشرق. علشان عندكم صفحة على فيسبوك؟ عندنا صفحة على الفيسبوك كمان اسمها Orient Spirit Development. أوكي، بالإنجليزي. بيقدر يتواصل معنا على الفيسبوك كمان. يعطيكم العافية فلسطين ونايفة، مبدعين جدا جدا. يعني أنا لولا كنت موجودة وشفت الفرق بعيوني، يعني بقدر أقول إنه مبدعين جدا عن جد. يعطيكم ألف عافية ويكثر من أمثالكم. شكرا لك، شكرا عن جد لدنيا دنيا كمان لاهتمامهم بمشروعنا. أهلا وسهلا.